وكان قد وصل صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الى دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه اليوم لتقديم التعازي الى اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال رئيس دوله الامارات العربيه المتحده بوفاه سمو الشيخ سعيد بن زايد ال ممثل حاكم ابو ظبي. رحمه الله ويرافق سموه حفظه الله سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي الشيخ سلمان بن خالد بن محمد ال خليفه مدير عام مجلس العائله المالكه وعدد من اصحاب السعاده من كبار المسؤولين هذا وقد كان في استقبال سموه لدى وصوله اللواء الركن طيار الشيخ احمد بن طحنون بن محمد ال نهيان نائب رئيس اركان القوات المسلحه.